على هامش فعاليات كوب 27 نلتقي مع السيد محمد زين العابدين وزير الثقافة التونسي السابق ورئيس قطاع الثقافة بمنظمة الإيسيسكو. صباح الخير على حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الدعوة استضافة. منورنا في مصر يا فندم. علاقة الثقافة بتغير المناخ، وازاي تغير المناخ ممكن يأثر على ثقافات الشعوب ويغيرها؟ فعلا يعني ما يلاحظ اليوم أن القائمة الخاصة بما سجل يعني من مواقع ومعالم وعناصر ثقافية بصفة عامة على لائحة التراث الإنساني العالمي اليونسكو والتراث الإسلامي يعني في الإيسيسكو حقيقة فيها مآخذ كبرى في اعتماد عدد اللي هو في الضمحلال، والضمحلال هذا لماذا؟ لأن المناخ تغير في مستوى الماء، في مستوى الكربون، في مستوى الشمس، ويعني كل ما وللأسف مع هذا التداول الزمني أضر كثيرا بشعوب التي هجرت من أماكنها، من مواقع التي أصبحت اليوم حقيقة مهددة، ثم كذلك من بعض المعالم التي لأسباب تقنية وأخرى تضررت وربما انهدمت كذلك، لأن لم نوفر لديها هذه السياسات الاستباقية التي تبقيها يعني على شاكلتها. لم نشتغل بما يكفي على هذا الأمر، وهذا طبعا كان من تبعاته وانعكاساته طبعا اضمحلال عدد كبير. هناك 100 من المواقع في العالم المسجلة على قائمة التراث العالمي مهددة بالاضمحلال يعني ولهذا الإيسيسكو مع وزارة التعليم العالي يعني المصرية فكرت في إحداث صندوق. هذا الصندوق مآله هو أولا الدراسات الاستباقية المنهجية التقنية كذا، ثم دعم ما يمكن أن يكون من أولويات عمل يعني للتدخل العاجل في هذه المواقع والمعالم والعناصر الثقافية التي هي في الحقيقة ليست ثقافية فقط، ولكن هناك طبيعية كذلك. هناك يعني حقيقة مثلا نعطيك لاك تشاد، بحيرة تشاد اللي هي ما بين النيجر والكامرون، يعني أهاليها في عدد منهم هجروا لأسباب مناخية وهذا التحول المناخي، ولهذا قضايا الاستباق والعمل هذه لابد أن يكون بصورة حقيقة مسبقة، ولكن كذلك بصورة فاعلة لكي نتمكن من التدخل لفائدة هذه الشعوب. دور منظمة الإيسيسكو هنا في كوب 27، الأجندة الخاصة بها، أهم يعني الرسائل اللي بتوجهها منظمة الإيسيسكو، وهل شاركتوا في مبادرات ما خلال كوب 27 أو جلسات؟ ربي فضلك، وهذا سؤال وجيه جدا. نحن أطلقنا مع وزارة التعليم العالي المصري الآن صندوق للتدخل يعني في كل ما هو ضرر لاحق. ده تم خلال كوب 27 هذا الصندوق؟ منذ ساعة يعني كان هذا إطلاق إن شاء الله هذا الصندوق. عندنا كذلك يعني مبادرة مع اليونسكو سأقدمها فيما بعد مع اليونسكو في ما يسمى بالتراث الأخضر. وهاتي يعني الدراسة. هقاطع حضرتك، يعني إيه التراث الأخضر علشان نفهم؟ يعني هو كل ما هو تدخل لفائدة التراث، يعني المعالم والمواقع والعناصر الثقافية المسجلة من بناء قدرات وتسجيل، وفيما بعد كذلك تثمين في المقاربة الاقتصادية والتنموية بصفة عامة، ولكن بصفة تجعل هذا التراث هو تراث أخضر، بمعنى يحترم البيئة، كذلك يقوم بما يجب لكي لا نتعرض إلى قدر كوارث بيئية وطبيعية ومناخية يعني كذا. أخضر بالمعنى الذي ربما يستدعيه اليوم الاجتهاد حول قضايا البيئة بصفة عامة، وتحول المناخ وهذا التقلب المناخي الذي يبدو أنه سيتمادى أكثر فأكثر يعني في العقود المقبلة، وإن لم نتخذ الإجراءات الآن في مستوى التراث والثقافة، بما في ذلك البناء وطبيعة البناء مثلا، طبيعة يعني حتى في مستوى الهيكل المادي والدراسات الهندسية المعمارية وكذلك يعني الفيزيائية، هذا كله يقتضي منها اجتهاد حقيقي لكي لا نبقى في بعض الأحيان يعني نتحسر ونتألم ونقول يا حسرتاه على هذا التراث الذي لابد أن يكون عندنا نظرة استباقية حقيقية تعطي لهذا التراث ما يستحقه في الحقيقة. والسياسات الثقافية بصفة عامة في مستوى الاقتصاد الرقمي، التضامن الاجتماعي، السياحة المستدامة، لابد من مقاربة ثقافية تراثية جديدة تعطي للثقافة اليوم ما يسمى بالاقتصاد البنفسجي. الاقتصاد البنفسجي اليوم في العالم وخاصة في اليونسكو والمنظمات الأممية الدولية يعني تعطي للثقافة هذا المرجع الذي يجعل منها محرك حقيقي. أنا صراحة أعرف الاقتصاد الأخضر، لكن البنفسجي دي كلمة مصطلح جديد علينا، فلو حضرتك تفهمه لنا. بكل صراحة هناك طبعا الأخضر في مستوى البيئة، الاقتصاد الأزرق في البحار والمحيطات وكذا، الاقتصاد الرقمي الذي يتعلق بالإعلامية والمعلومات والمجتمع يعني هذا التفاعلي، واليوم الاقتصاد البنفسجي هو كل ما يتعلق باهتمام بالتراث، بالهوية، بالصناعات التقليدية، بعلاقة السياحة المستدامة، كذلك بالمهرجانات الكبرى. يعني أهل الاختصاص في الاقتصاد والتنمية والصناعة اعترفوا اليوم بدور الثقافة كمحرك. مثلا اليوم الصناعات الإبداعية والثقافية تعطي تقريبا 3% من الناتج الداخلي الخام دوليا، وهذا في الحقيقة يجعل منها ربما تتجاوز في بعض الأحيان صناعة السيارات وصناعة المحولات وصناعة الفلاحية. اعتبر هذا المجتمع المتقدم يعني في المستوى أمريكا بعض شعوب آسيا أن المعول على الثقافة والإبداع بصفة عامة يعطي يعني انعكاسات في مستوى التشغيلية. عندنا تقريبا 30 مليون يعني اليوم يشتغل في قطاع الثقافة، يعطي كذلك انعكاس في مستوى الناتج الداخلي الخام ما يسمى بالبي بي كولتورال يعني. ولهذا فما عمل مهم أعتقد أن في هذه العلاقة كذلك بين التغير المناخي والاقتصاد الثقافي بصفة عامة والإبداعي والصناعات الإبداعية والصناعات التي تتعلق بالاقتصاد الرقمي الثقافي الإبداعي. أعتقد أن هذا حقيقة في عالم اللي هو كله إعلامية وكله إبداع وكله يعني في الحقيقة المنطلق نتاعو يفعل كثيرا الإبداع والذكاء ما يسمى بالانتليجنس كرياتيف، يعني الذكاء الابداعي. يعني هو عنده علاقه مباشره بالثقافه ويثمنه يعني عديد من الدول الغربيه في انتاج يعني المعرفه وانتاج الذكاء، واحنا ان شاء الله في الدول العربيه ومصر قدوتنا ان شاء الله نذهب في ذلك اشواطا واشواط. صحيح. طيب الى اي مدى شايف انه قمه المناخ كوب 27 هنا في شرم الشيخ تستطيع تنفيذ التعهدات السابقه من القمم المناخيه السابقه، واحنا بنتحدث انه احنا في قمه التنفيذ، الى اي مدى يمكن تحقيق هذا، والى اي مدى العالم جاد هذه المره في تحقيق هذه الوعود؟ أنا هو يعطيك الصحة لأن هذا السؤال الوجيه بعد قمة فرنسا باريس وبعض خيبات الأمل في الحقيقة في مستوى متابعة ومباشرة وتفعيل القرارات التي جاءت من بعض الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وكذا. هو الكل في تفعيل هذه المسارات أمام مصالح ربما بعض الدول التي لها حاجة ولها ربما يعني اهتمام كبير بالتصنيع وزيادة في التصنيع بما يؤول دون احترام المناخ وهذا التغير المناخي في مستوى. أعتقد أن إن شاء الله وهذا ما نأمل أن يعني كوب يعني 27 بشرم الشيخ يفعل المخرجات ويفعل التوصيات ويفعل هذه الإيرادات لكي لا تبقى يعني حبر على ورق. نشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد محمد زين العابدين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا لفعاليات كوب 27 دائما على القناة الأولى.